بحكي لنا بقى، احنا سمعنا ان انت تشتغل مع رانيا يوسف في حاجه قريب ان شاء الله، احكي لنا بقى التفاصيل والكواليس. رانيا احنا اتكلمت انا ورانيا ان شاء الله يعني هنعمل فوتو سيشن قريب ان شاء الله لفستان، هيبقى مهم جدا. تاني حاجه من الحاجات اللي انا مبسوط بيها التعامل مع جات شويري، كنت لسه مخلصين كليب هينزل. كليب مين؟ كليب تامر علي، هو الاول مره بيغني، دي كانت تبقى مفاجاه اكسكلوسيف يعني. اكيد مصور في لبنان. مفاجاه اهو النهارده. تامر علي اللي هو الملحن. انا طبعا ده طبعا وصوت جميل قوي تامر علي. تامر عامل اغنيه حلوه قوي، وكنا مصوره مع جات شويري. وعند سفر برضو مفاجاه في المانيا. طب انت في الحالات دي بتسافر مع الفنان عشان تتابع كل التفاصيل؟ بحب التفاصيل قوي، بيحب يقف فوق شغله. انا اكتر فنانه اشتغلت معاها في فيديو كليب وحبيتها قوي ولقيتها بروفيشنال قوي في التعامل، سابتني اعمل كل حاجه. امينه. أمينة عسل. لا أمينة بنت جميلة بلد. لا لا أمينة حبيبة قلبي يعني. أمينة بروفيشنال قوي لدرجة أنا أحب أقول لما حد يجي يقول لك إيه أنا اشتغلوا. أمينة جدعة بنت بلد. يعني أنت دي حتتك، اعمل اللي أنت عايزه، ما فيش بقى تطفل تدخل زي على اللزوم. بعد ما بتشتغل ممكن تقول لك أنا حبيت أو ما حبيتش، بس وانس إن أنت تديني الفرصة إنك تشوفي معايا. دي ثقة. في شخصيات تانية قابلتها في فنانات لا متحفزة قوي ومتدخلة قوي في كل التفاصيل، وخلي بالك إن ده ما بينجحش الفنان، تبقى مقيد. صح. جدا يعني. انا لما اشتغلت في لبنان انا قعدت فتره في بيوت ازياء، اكبر بيوت ازياء في لبنان، فشفت كل الفنانين يعني نيكول سابا، مايا دياب، نجوى كرم، الناس دي ما بتتدخلش، هيفا وهبي ما بتتدخلش في التفاصيل. واثقين في الشخص اللي هم هيلبسهم. هي التخصص يا فرح. صح. التخصص في حاجه بقى تانيه حلوه قوي، الانتماء. الانتماء يعني ايه الانتماء؟ يعني مش كل ما هو ان احنا عندنا مصريين، مصر في مصر هنا البنات اغلب بتميل قوي في عقده اللي هي بنقولها بالبلد الخواجه. انا لابسه فستاني من عندي، مش عارف ايه، مش لابسه، مش شرط. احنا مصريين دلوقتي ديزاينرز والبراندات وصلت للعالميه، احنا بنطلع بره نطلع احلى شغل. يعني انا كمصري لبست فنانات مش مصريه كتير وفنانات اجنبيه. فيعني ما قالوليش انت مصري ولا اوروبي ولا لبناني، مش فارق معاهم، المهم الفستان حلو وشكله حلو. أيوة على جسمي. أيوة. وانا مستفيده. أيوة. وانت مستفيد. بس هنا احنا بنوصل للتميز وبنوصل للعالميه. يعني اغلب اغلب الديزاينرز اللبنانيين لما وصلوا للعالميه ولبسوا جيلو بيانسي ووصلوا على ريد كاربت يمشوا فيها فنانات مهمه. كانت احنا الماركت بتاعنا الفنانات. طبعا يعني جيلو ما عرفتش زهير مراد ولا إلي صعب غير لما الفنانات اللبنانيات بدات طبعا تلبس الديزاين والكولكشن بتاع منتشر. لكن احنا هنا اغلب ان احنا في وانس في مهرجان في اغلب ده بلاقي كل الفنانات لابسه من عند جنرال. لا يا جماعه احنا عندنا مصممين. عندنا مصممين ازياء مصريين يعني ما شاء الله عليهم، مكسرين الدنيا. اكيد ومن حقك ان انت تلبسي من اي براند طبعا. بس يعني هنا اللي بقوله لك في في في, في الفنانات اللبنانيه اللي شفتهم ان انا بنتمي. يعني حتى لما كنت تيجي تسالي مايا دياب انت بتلبسي منين، تقول لك طبعا نيكولا جبران. طبعا بتحس ان في ربط الفنانه بالديزاينر لفتره. لان زي ما بقول لك اللبس راحه نفسيه طبعا. البسي من عند اللي لبسه عن بس احس ان انا وانا وانت لابسه يعني ابقى بشوف فرح عارفه هي لابسه من عند مين، العلامه بتاعتك الهويه بالزبط.